حاجة تحس إن هي تماما الآن موجز الأخبار من راديو مصر. راديو مصر في قلب الحدث. موجز أنباء الحادية عشرة ونصف. مجلس الوزراء يقر قيام اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتفاوض إلى رد الأسير المصرية المجندة لدى الحكومة السويسرية. مجلس الوزراء يقرر استمرار حظر تصدير الأرز والسماح باستيراد كميات منه لتأمين احتياجات السوق المحلية منها. القنصلية المصرية في جدة تجري اتصالات مع مصر تستورد رز لحل مشكلة المصريين. قناة السمكة دوت كان عملية عسكرية سورية في أي حتة. الجيش السوري يطلق صحيح كان يقول لك الرز ميته كتير وبتاع والميه في محاولة للسيطرة على الانشقاقات بين في ناس بتزرع الرز بالميه المالحة يعني أكتر من كده عايز إيه مش عايز ميه حلوة أساسا. سوريا تتحقق رسميا على بيان الجماعة العربية الداعي إلى وقف إراقة الدماء وتحكيم العقل. هو إحنا بناخد حاجة معقول اللي هو بياخدها هو عيال كان هو بياخدها هو عيال انت تعرف الجيش بيصرف المعونه دي ازاي؟ مسيطرة على مدينة سرت مسقط رأس القذافي وآخر معاقله الرئيسية. الثمار الليبيون يؤكدون أنهم سيقاتلون قوات القذافي في سرت في حال فشلت المفاوضات الجارية حاليا بشأن تسليمهم السيطرة على المدينة. المجلس الوطني الانتقالي يؤكد أن القذافي ما زال يمثل تهديدا للليبيين وللعالم. طبعا مصر كانت مشروع قبل ما يصبر عن أي إصابات والشرطة الإسرائيلية طالب إصابة 8 أشخاص في اعتداء شنه شاب فلسطيني في تل أبيب. مقتل 29 شخصا وإصابة 37 آخرين في تسليم انتحاري استهدف مسجدا غربي مصر. إعصار إيراني يتسبب في مقتل 18 شخصا في الولايات المتحدة حتى الآن. ومسؤولون أمريكيون يحذرون من أن الإعصار قد يكلف الاقتصاد الأمريكي 10 مليارات من الدولارات. إعادة فتح المطارات الرئيسية 3 دولارات بعد انحسار قوة الإعصار إيراني إلى عاصمة الإسلام. إجراء 1000 شخص بالتعاون مع قدوم إعصار نانمادول الذي تسبب في مقتل 13 شخصا. وقامت الأحياء المصرية تصدق اليوم كان شهر الوحيد اللي في الدنيا لبسوا كتير يعني كلها تعمل الوحيد اللي هو يعني كلمته قانون. بس احسن من ان هم يحاولوا مثلا يضحكوا علينا ويقعدوا يعيشونا في افلام هنجيب الفلوس اللي في سويسرا هنجيب الفلوس اللي مش عارف ايه. لا ده دين اتعمل وواحد سرقه فده فهم امريكا عملت كده تشيلي عملت كده فهم لا قول ان الدين ده لاغي لان الشخص اللي اخذ الفلوس ديت ما كانش مصلحة الشعب المصري هي اللي في نيته كانت مصالح شخصية. دي حاجة اسمها اوديس داد بتقوم ملغي بالدين دين البلد. يعني اليونان دلوقتي عاملين لجان عشان يشوفوا ايه الاقسام من الدين اللي عليها اللي ممكن يحطوها تحت البند ده لان لما الشخص استلف ولا عمل المعاملات المالية الآتية ما كانش بيفكر في مصلحة البلد فبدل ما نجري ابننا في ايدنا يعني هنقعد ندور عليه. احنا كنا نشتري ده كان بيشتري ديون بتاع مصر. ثم هم الناس اللي شايلة الفلوس ومخبياها هي الناس اساسا اللي بتدين مصر. يعني بقى يعني استحالة ان هم هيقولوا احنا اهو عم ده بقولك كانوا بيشتروا الديون بتاعت مصر بيشتروها ليه جمال ايه جمال هو بيشتري الديون بتاعت مصر وبيقعد هو ياخد الفوائد بتاعتها. ايوه
عملوا حاجات يعني كان بيبيع كل حاجه ودي اللي الوحيده اللي بيشتريها. طب تعالى انا بدي فيكم الصحه اشتري وبيبيع كل حاجه بعدين الشركات بعدين ده حتى ده قناه السويس كانوا عايزين يبيعوها. لا لا ده في ميدان التحرير انا يعني دماغي فتحت يوم ما لقيت في الجورنال ان شركه ميركور عايزه تشتري ميدان التحرير. انا كنت فاكر الكلام على المجمع. لقيت ان هم لا ده بايع لهم الميدان بالمجمع بمنافعه الميدان بمنافعه. يعني شركه كهرباء معقول. لا الخصخصة دي ومحمود محي الدين عملوا أفلام فتحي سرور ومحي الدين وزكريا عزمي عملوا أفلام وعاطف يا بيه طبعا. أمال إيه اللي مسكوا المصرف العربي؟ ده بيقول لك المصرف العربي ده في أول أيام الثورة كان بتحصل تحويلات للخارج ولضمان السرية ما بيحطش اسم العميل بيحط حرف. انت تعرف ان المصرف العربي دوت الوحيد مش ملوش شاف مكتب مركزي؟ شفت بقى؟ طبعا. امال المافيا تشتغل ازاي؟ المافيا ما عندهاش اجازات قوميه وما عندهاش يعني بص البنوك كلها الاتش اس بي والاتش اس بي مش عارف ايه وبص البنوك كلها اشرافها تحت البنك المركزي ما عدا البنك العربي ملوش دعوه بالبنك المركزي ابن حرام. وتقول لي المجلس هيمشي بعد ما ينتخب رئيس؟ هينتخب رئيس ايه؟ هو في مصلحته ان يجي رئيس؟ رئيس احتمال يتحاسبه بقى احتمال مش عارف ايه الا اذا كان الرئيس تبعه. المجلس العسكري يعني انت لو بعت له حاجه مش هيجيب رئيس بقى على مزاجه هو. هيسيبوا كده يجي يقعد كده بانتخابات والناس تروح تقدم صوتها زي الاستفتاء كده. لا الاستفتاء دي هتفضل فيها سيد ابد والدين ماتوا فيها وبدي مش هتكون تاني واللي نقول لك هيكون تاني بحق والله بدي ما هتكون تاني. لا لا لازم يكون في امل يعني هي مسألة وقت احنا عندنا ميكروباص بيمشي يخرب الدنيا يا عم وقت ايه؟ بص اي بلد يبقى لها حاجه واحده تمشي عليها وتلاقي الدنيا كلها تمشي واحده نظام. انت عندك نظام في بلدك؟ ايوه بس دي ثقافه زرعها النظام القديم. لا وعشان تتغير محتاجه وقت. وقت قد ايه؟ ما هو الوقت خلاص انت بقى عشوائيات والدنيا خربانه والناس بتعدي وسط الطريق مش كل ده بيتلم يعني مش هنكون اوسخ من يعني مثلا بلاد امريكا الجنوبيه شبهنا بالظبط يعني نفس الدربكه ونفس الهلوسه في الشوارع فاهم عربيات فوق بعض على ناس على مش عارف على حيوانات على لا 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 الطريقه دي عم بتغدى دلوقتي الناس بوجوتا في زمن اثنين محافظين في كولومبيا في زمن اثنين محافظين يعني في بحر سبع سنين اتغيرت تماما اتغيرت تماما. يا عم هم اللي كان هم كان عندهم حرفة أو فن إن هم يحطوا اللي ما ينفعش في المكان المناسب عشان يخربها زيادة. حسن مبارك في آخر وزارة الحكومة بتاعت أحمد نظيف ديت عمل إيه؟ الجوافة والخوخ والموز ب6 جنيه. عمل كل واحد شغال في إيه؟ إداله وزارة. ب6 جنيه ل15 جنيه. أنت شغال في الأراضي؟ تعالى أمسك يا عم وزارة الزراعة. أنت شغال في عندك اتوبيسات وعندك كم ميكروباص كده وعندك كم تعانس وزير نقل هو منصور والتاني بتاع الزراعه دوت يوسف وادي. البلد الوحيده اللي الوزراء فيها اتقدموا في مجلس الشعب فاهم؟ وايه صباح الفجر يقول لك بيك من غيركو لا وكانوا بيعملوا حاجات هنكسب هناخدها وكانوا بيلغوا حاجات غريبة يعني المجدده بتاعت مصطفى بكر ديت زي المشهد ده شهدوا كده خالص وده شهدوا خالص قال له طب محمد
مصطفى بكري برضو يعني ما هو يعني واحد منهم يعني. بس لا انا بقول لك يعني ايه على فكره يعني مصطفى بكري ده حاطينه كده هم في دول اوسخ من النظام بقى الناس اللي هي عامله ان هي معارضه لكن في نفس الوقت هي اللي فاهم بتبقى نايمه مع النظام وفاهم وعايزني اوقف الشعب فين ارسم الخط فين انت هتنزل تقعد تشرب فينا وتعمل فيها ان انت الناس يعني وهو ابن جزمة مصطفى بكري ولا التاني اللي اسمه عفت السادات او انور السادات هو انور السادات ده بيقاوا بعض اشتموا بعض اشتموا في التلفزيون ايه ده قلة ادب وهم كانوا محدودين تبع النظام يعني مصطفى بكري ده انا كنت قاعد اتفرج على قناة الحياة ساعة الثورة انت عايزين ايه تاني انتوا طول اكتر من كده الراجل قال لكم مش هشرح نفسه مش هشرح نفسه وبجد مش هتشرحه وده احنا نحمد ايدينا ووشه ده وبعد كده ايه اما جه وجاب لنا نائب رئيس انتوا عايزين ايه تاني ده 100 100 انا بقى امشي بالتاني التحرير والله العظيم كنت شايفه بيتحمل بقى وبيتكلم ده كده احنا خدنا ما خدناهوش وبعد ما الراجل اتنحى اول كلمه انا قالك وكنت ماشي مع حسني مبارك عند افتتاح معهد الكتاب بقول له يا ريس انت مفسر قانون اصل احمد عز قال له احنا مش في الاقصر هنا حسب نعمه وكيفك حسني مبارك اول ما وقفت نحى يا ابني احمد انت لسه كنت عمال تقول احنا يا ريس كده كان 100 100 زي عمرو اديب زي عمرو اديب وش الحمد لله الشرطة شكك تبع النظام بس الكلمات الحلوة اللي طلعت في الفترة اللي فاتت فلول فل من فل النظام انا احسن تعليق سمعته في الجنون كتير كده جمل واقف قدامه جمل ذكر وكمان بتقول له انا عارف ان انت عايز تتجوزني وانت جاهز وعندك شقه مش بقول لك تبع حزب النظام بتقول له انا عارف ان انت عندك شقه وجاهز بس اعذرني ما اقدرش اشارك جمل من اشترك في موقع الجمل نفسي اطلع السينا اروح اشوف الجمال بقى على الطبيعه اعمل موقع غيظا في الاخوان والاسلاميين المتخلفين بصراحه يعني ايه يعني عايزين فتوى من الازهر بتحريم او تشريع البكيني يعني ست كل مصر بمشاكلها هي دي اللي واقفه بزورك يا راجل يا موقعة البكيني يا نهار مش مخ دين ولا اي حاجه ايوه بس لما واحد زي كده يطلع يقول كده في صفحه اولى في جريده قوميه في جريده هي مفروض مستقله بس يعني كلهم بقى قوميين واقفه ولا ايه الناس عملت كده وقفوا الدنيا كلها الناس بقت بتمشي شعب وسعيد والله العظيم خدونا احنا نفسي هو في ايه طيب مفيش حاجه مشاع واسع عندك اهو لفتره كبيره زي الولاد كده فتره مفيش حاجه جت حته زحمه اكتر من 50 الناس كلها تروح راجعه بقى وماشيه غلط واللي ماشيك عكس بص برضه ثقافتنا هتبقى مختلفه عنهم بكتير تعالى نفرق بين حاجتين اولا يا اسطى مش عادي يا اسطى يا عم مش انت عادي يا عم خليك انت في حالك يعني بتجنب القوات المسلحه بيبقى ليهم وظايف معينه في بنات تدخل الشرطه وبيعرضوا الثقافه اللي لازم هنتعب عبال ما نمحيها مش بقول لك هو واحد اهو جذبه ابن جذبه بره البيت فتره طويله سمع لك انت خليك في حالك عن الثقافه احنا بنتكلم عن مفيش حاجه اسمها انت مالك مصر هتقوم تقوم كلها يا اما فاهم مش هتقوم طبعا انت عارف الناس ذات مثلا عندها ثقافه غير تشوف واحد زي ده كده فاتحه البابان بتاع عربيه ومنزلينه مش على ايده ومديله علقه ما فيش بقى حكومه بقى ولا اي حاجه والله مش على ايده يدوا له علقه لو بس شاوروا عليه زي العبيطه هو يعني ايه اللي انت بتعمله انت ضربت في دماغك ولا ايه يعني يا عم ما تربيتش في بيتكم ولا كنت ماشي فين
ده الكلام ده قبل الثورة. فترة وكل حاجة ممكن تسافر وممكن تعمل فترة والكلام ده كله. المهم أنا مش مش هكمل. والبدنية ليه لأ يعني. ماشي. في إيه مثلاً بتاع الأرض كده؟ إن هو ليه لأ. خصوصا يا أخويا أنا برضو بتكلم إن أنت بعد ماشي. يعني المهم ايه تمشي عليه كده تروح ايه معدي الناحيه الثانيه اكيد هتفرقها وممكن تعدي من عليه بقى تعدي المزان كده وتلف اول لفه وتروح لجا هو اصلا ايه المزان عاملينه بقى كده وعاملينه في النص فتحه كبيره كده عشان محدش ايه يعدي من عليه وسواء تاكسي يعني توصل لايه ده يا عم موقف انت في نص الطريق بقى اللي هو ايه ماشي على طول يا عم يا عم مش هتعدي ويقعد يبص للناس كده هو ما بيقولش يعدي بس انا هوقف بقى غوص في حيطانها عادي المهم من هنا لهنا برضو مش عايز يعدي وقف بقى الطريق المهم ايه في الاخر راح راجع مش هتعديه كده كده راح راجع ماشي اللفه اللي هي الاولانيه دي اللي جاي هزف كده والتانيه هزف ايه بتاع خطوتين راح واخدها عكس برضه ياخد بقى اول شيء كده وهدف في ايه عشان يلف شمال العربيه جت في وشه وما قدرتش تعدي راح موقف الشارع تاني يا عم انت عايش طول حياتك كده ان انت تمشي غلط نزلت اكلمه نفس الرد بتاع السواد يا اسطى انت طول حياتك ان انت تمشي غلط انت مالك يا عم انت هتشاركني ناديت بقى بيوريك بقى ان الدبات بتاعتنا ديت العقول بتاعتنا بتاعت الناس الشعب المصري هي هتفضل كده لا مش هتغير والله ما هتغير والله ما هتغير يا عم والله ما لازم لازم والا يعني يعني انت مثلا تنزل ولاد كده ولاد دفوني وخش شوف المنظر هناك تحس الناس ذات الغير عليا النعمه من تطلع بقى وغير لما تقوم هو في حاجات يعني زي بولاء مثلا دي ناس خلاص يعني اتعودت على ثقافه معينه انا بص انا مراتي من كلام ماشي وانا ساكن في حلمي اوديها والله العظيم بوديها الساعه 6 الصبح الساعه 6 الصبح ليا والله عاوز اروح اقول لك اوديك الساعه 6 الصبح الساعه 6 الصبح ده صحيح وتسعى لو كده بوديها اروح اخدها الساعه 3 الليل 4 بالليل يا اما اتصل بيها تخرج غلط ما بخش جوه بتعب نفسيا توك توك طالع عليك يا عم ده انا اخر مره ركبت العربيه والله العظيم كنا في رمضان ركبت عربيه شارع السودان وقلت ايه اخش بقى عشان انا اخش اسوق جوه بقى والدنيا وهي مساكين جوه وجوه يعني في اخر مره ركبت مكبرات ماشي 5 علاج شكلهم غلط وانا الوحيد انا وواحد تاني في الميكروباص وبقيت الميكروباص كله حليب ماشي المهم كمل راح 5 عيادات مش هيقولوا سوينا الميكروباص احنا راكبين صحاب الصف 4 ركبوا وخمس بنركب سواء يعني 5 بنركب كده سواء توك توك ماشي كده وراح ايه ما تعرفش خبطه ولا عدى من جنبه حابب تمشي حاجه دي يا ابني مش عارف ايه ده ايه الواد اللي هو بيركب الميكروباص عشان تخبطه سواء التوك توك مثلا طب انت بتشتري ايه كده انا بكتير قال له كان عاجبك سواء التوك توك جالب كده وراح ماسك وقفة بالنص وراح مديه بالنص ونزل ايه بميتين كده صحابه نزلوا الأربعة سواء الميكروباص والتباع صحاب كله راحوا مطلعين مطار وعاملين غزغزوا في كده سواء التوك توك؟ غزغزوا في كده قصرنا انا بقيت قاعد في العربية وربنا ما قدر مش عارف انزل مش عارف انزل اصلا من منظر بالظبط 3 دقايق راح الواد دوت طلع السلق لا اله الا الله 5 دقايق يا عم المشكله ان انت ما تعرفنيش وانا اعرفك ان انا مثلا انت قلت لي كلمه كده ولا حاجه خلاص الدنيا خلاص مسكنا 3 وباقي جد منهم الواد بتاع الميكروباص والاثنين التانيين من العيال التانيين هياخدوا فيها ايه يعني حتى لو اتحكم عليهم موتوا واحد هياخدوا فيها ايه مش هياخدوا فيها حاجه ايه 2 سنين كل واحد ولا سنه انتوا ده ايه فورت برنامجنا النهارده اصحى للدنيا على راديو مصر 8 8 7 نزلنا النهارده في حاجات كتير قضينا مع بعض اخبار من جرايد وكمان فتحنا معاكم موضوع
هل موافقين الناس تخش الجيش ولا مدنيين بيتلك كلهم ويلبسوهم توم ويحكموهم عسكري وياخدوا بالسبع سنين والعشر سنين والخمستاشر سنة. على العموم احنا دلوقتي لازم نروح للجروب شوية نقرا شوية كومنتس عليه وكمان يعني طب احنا طب والله العظيم يا عم عندنا وقت في الشارع. لا انا مش شايفة اي حاجة لسه عنده بتاع طب قول انت ايه عندك كومنتس لحد ما هو التاني محمد عبد الرب بتاع 16 سنة برضه. صباح الخير يا محمد. ماشي هادي جيراني هادي جيراني الواد ايه واحد محل بتاع واد بتاع كبده كبده والسجق مش انت مش هادي المهم دخل على الواد بتاع عادي جاي من الفيوم ولا مش عارف جاي منين واقفين بس من عبيط كده واقفين بيصبح علينا جه بيقول له اعمل لي بعد الفجر اعمل لي اتنين كبده وعسل شطبت قال له انا عايز اكل بس انا شطبت قال له انت هتعمل لي اكل مزاجك غصب عنك وانت غلبان جاي من مش عارف جاي من الفيوم ولا من الفيوم ده حاجه زي كده المهم ايه كلمه من هنا الواد ايه وحشته الواد ايه وحشته الكلمه ده وحشته من الواد الواد شتمه الواد التاني بقى اللي هو صاحب 16 سنه ده معدي عنده 16 سنه برضه ولا 18 سنه مش عارف ده صاحبه بيتخانق طبعا مطبع حطها الواد ان هو احمد وعمل الواد بتاع الفيوم بتاع بيت الكتب بتاع الكتب الواد بتاع الكتب المهم ايه خدوهم الواد ايه او الواد راح سلموا الجيش يعني الواد ده قتل الواد التاني الواد اللي هو بقى عامل مشكله اولانيه هو اصلا السبب ابوه خده سلموا الجيش والتاني برضه ايه الجيش نزل فيهم هما الاثنين بالظبط 4 ايام هي الفقر لان الواد اللي هو اللي عامل مشكله خلاص والتاني اللي هو يبقى بقى صاحبه دوت يموت دوت اسمه حمزه بدري يعني انت عملت مشكله وسببت في واحد ان هو يموت واحد بسببك انت وتخلق هو الاسم يا ناس غريب وجدار الضبع عسكري الضبع بقى القتل سهل كده وبقت الناس بقت صعبه بقت صعبه بجد والله يقول انا عندي اقتراح اقول لبنات الجيش عشان ما مش عارف ما ينمروش علينا لما نيجي نتجوز مثلا عندك شقه وبعد كده برضه عندنا في الشارع ايام اللي جنب الشعبيه عندك شقه هيسالوك كنت بروح تحرير وارجع على وقت بقى ايه الليل بصراحة يعني أنا كنت الوحيد مثلا من المنطقة أو من العمارة مثلا اللي إيه ممكن يكون بينزل التحرير حتى الكلام يعني إن أنا أقف معهم تحت في اللجنة كان يعني ببقى قاعد على أعصابي أساسا أنا مطبق وجاي عشان خاطر فاهم ما سيبهمش لوحدهم وفي نفس الوقت هقعد اسمع في كلام يحرق الدم فمش ناقصه فكنت بقف فوق في البلكونه والعصايه الشومه في ايدي مش عملت ما عملتش اي حاجه ولا مسكوا اي حد ولا عمل حاجه ولا حاجه وابقى ايه فوق في البلكونه هم بس اول لجنه فاهم انت عارف كله بيبلغ كله ايه اقف امسك يلاقوني هناك اول واحد بس في مره بقى كان في 5 هربانين من السجن فماشيين 3 و2 اساسا انا عارف هدوم السجن يعني بيبقى شكلها عامل ازاي ف لا اله الا الله وش في وش يا معلم وش في وش لا ده لكن لو مش ده مع المزن ده ماشي عكس ده ماشي عكس ده بوسه بس يعني مش هتبقى ماشي كده و لا لا فاول 3 فتش 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 لقينا ايه طبنجه حلوان فقمنا ايه ربط 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 وقمنا ايه ركننهم عبال ما تيجي بقى ايه تبعت الجيش تعدي تقوم ايه نقول لهم خدوا مشينا فالاتنين اللي متأخرين وراهم بقى ايه جايين وهم بيقربوا شافوا 3 اصحابهم متربطين ومعمولين خرفان
قام ايه طلع طبنجة وتك تك على طول فهم بيضرب فتح كلام كده ضرب نار. فقام اللي اخذ الطبنجة من اول ثلاثة قام بيقوع معنه بيضربش نار بس شاور وضرب قام سقط الواد. جت عربية الجيش ولا سألت مين اللي ضرب شالتهم كده فهم زي الخرفان ورمتهم يعني الاثنين التانيين واحد مات واحد وقع في ساعتها اللي كان بيضرب نار دوت والتاني اتقفش طبعا هيجري فين مكرع مع بيت كل لجنة ولجنة مفيش منها 5 متر اساسا انتوا ازاي عديتوا الحتة دي اساسا يعني مش فاهمين الجيش ما سألش حتى مين اللي موته مش هو كان مسكوه مسجون مش خدوه ميت خدوه انا افتكر من عندكم انتوا في اللجان انا نسيت بقى اشتغل يعني دي مش روح بشرية نسيت اشتغل في ساعة الثورة بقى وحاسة التجوال وانت هتسيب انا افتكر الجو عادي يعني مش ويه عند حي السفرات بحوالي جان الشعبية بقى وكان في مخابرات واقفة هناك شرطة ومخابرات كانوا واقفين عند حي السفرات بالظبط كده المهم ايه طب نفتش العربية المهم ايه وتفتش المهم ما قاشوا معايا أي حاجة يعني راح بيقول لي أصل أنت معاك سكينة ولا أساسة بيبسي ولا أي حاجة قلت له يا عم المهم ايه قال لا يا عم خد أحمد إيه سكينة والله العظيم وأساسة بيبسي فاضية قال لا يعني إيدك إديله قلت له ماشي يا عم تشكل والله حتى السكينة لسه معايا في العربية مش انت يا نهار يا حبيبي والله قلت اخليها هنا بالدهان بس بقى كنت هتمسك بيها بقى يا عم كنت خليته يختمها قبل ما تاخدها منه والله بقى كنت هتمسك بيها فين في شفت كوبري اصل الليل كده يا معلم اسهل حاجة يقولوا على اي حد بلطجي اليومين دول لا ده انا النهارده والله العظيم كنت فاكر انا كنت هتمسك بيها امبارح انا ما بشتغلش بالليل بص اللي انا اعرفهم السواقين اللي انا اعرفهم عاده بيمشي ايه بمفك اي حد هيقول لك حاجه هتقول له ايه مفك انا شايل العربيه ممكن دي ماشي هتعمل حاجه لا بس دي هيقول لك دي بتستخدمها سلاح سلاح دافع عن نفسي ماشي لا المفك في الشفا على طول انا ما بشتغلش بالليل بس هما يومين بتوع رمضان دول الدنيا زحمه البارح خدت 4 شباب واحد موقفني بس ما فتشنيش قلت لو كان فتشوا كنت اتحبست انا بقى بلطجي وجو صوت التلفزيون كده بقى هاي يلا في امان الله وخلي عندك امل شويه يلا يعني.